ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا ووالديه والحاضرين والسامعين. قال الإمام الدارمي رضي الله عنه ورحمه في سننه، قال كتاب الصلاة، قال باب القراءة في ركعتي الفجر. قال الإمام رحمه الله أخبرنا القراءة فيش؟ قراءة ايه يعني؟ بقول لك صلاة الكسوف تقول لي القراءة في ركعتي الفجر. 1485 يبقى الطبعة غير الطبعة. صلاة الكسوف يا أخي. قال الإمام الدارمي رضي الله عنه حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد. لا الذي قبله. قال الإمام رحمه الله أخبرنا علي بن المديني رضي الله عنه. قال الإمام رحمه الله أخبرنا علي بن عبد الله المديني ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان بن سعيد أنه قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثمان ركعات في أربع سجدات. وقال الإمام رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد أن عمرة ثمان ركعات ثمانة. لا ما هم أنه تكلم ثمان ركعات يعني نعم. يعني ثمان ركعات نعم. سبحان الله، الاختلاف في هذا الحديث اختلاف عجيب جدا في هذا الباب. ويعني أنا أذهب مذهب الإمام البخاري في الترجيح وليس الجمع، كل ركعة فيها ركوعان فقط. نورد عن طالب أيضا ست ركوعات. نعم هذا الحديث خرجه مسلم، والمعنى أنه ركعة ثمان ركعات، كل أربع في ركعة، في ركعة سجد سجدتين في كل ركعة. وأيضا حديث ابن عباس وعلي بن أبي طالب على ست ركعات. نعم، وهذه الحديث كلها عامة تبين مشروعية صلاة الكسوف عند الكسوف، وهي لها صلاة خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وفي رواية قال فاذكروا الله واستغفروا وافزعوا إلى الصلاة. وهذه الصلاة يعني قال بعضهم بوجوبها، وصحيح أنها سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة بالوجوب لا سيما وحاجة الناس إلى ذلك ماسة، لكنها أيضا من السنن. والأئمة الأربعة يحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، لا إلا أن تطوع. الذي بعده. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو النعمان. لحظة، شوف أخي، أخونا صافي جزاك الله خيرا، عتابك فوق رأسي. قال شيخ محمد وعدتني كثيرا ولم تفي معايا بوعدك، يعني المفروض تقول وعدتني وأنتظر الوفاء بالوعد، أما تقول لم تفي، أنت طلبت شيئا وهذا الشيء قلت لك أنا أسعى له، لأن أنا ما أملك هذا الباب حتى يأتي الذي تريده أنت بنفس المواصفات التي تريدها، فيبقى أنت أصلا تنتظر عليها، لما تتعجل وتقول لم تفي؟ أنت أصلا طلبت شيئا وأنا شفعت لك في هذا الشيء أو أشفع لك في هذا الشيء، فأنت لازم تنتظر بقى الذي سيأتيك يوم الخميس. لو توقفت التوقيت يبقى أنا نسيت في التوقيت. والله عامة أنا أنتظر بس رد وهقول لك على ما رد لكم، لكن هو دلوقتي مطلوب من حضرتك أن تأتيني البيانات التي لك، ابعث لي على الواتس بيانات حضرتك لأنها مطلوبة، فبعثها لي عشان تكون المسألة على يعني على وضح رضي الله عنك. تفضل، وأعتذر لك لو تأخرت عليك يا حبيبي، جزاك الله خير. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هو أبو النعمان مش أبو اليمان. ماشي، أبو النعمان من بقى؟ محمد بن فضل السلوسي. ماشي، عارم؟ محمد بن فضل السلوسي عارم، هو عارم. أيوة نعم. ماشي اتفضل. يا جماعه اللي تحت رجلي ده انتوا بتحطوا ايه تحت رجلي؟ بتحطوا سكاكين؟ بتحطوا ايه يا عم؟ قال الامام رحمه الله
رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فقالت شيخ معلش عشان أخ قال في سؤال ضروري جدا. رجل قال زوجتي علي الطلاق وتحرمي علي مثل أمي أنك قلت هذا الكلام وهي لم تقوله وهي بريئة ولم تقوله كأنها اتهمة وحلف كما ذكرت فما الحكم؟ الحكم ليس عليه شيء ليس عليه شيء وعليه أن يستغفر الله من ذلك. لا 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 تلبسوا على أنفسكم فتضيعوا. ماشي تفضل شيخ. قال الإمام قالت عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته أيعذب الناس في قبورهم؟ قال عائذا بالله. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب يوما مركبة فخسفت الشمس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنزل ثم عمد إلى مقامه الذي كان يصلي فيه فقام الناس خلفه فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ذلك ثم تجلت الشمس فدخل علي فقال إني أراكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال. قالت سمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. جزاكم الله خير أخونا صافي. لا الله الله يرفع من معنوياتك رب يحسن إليك. حاضر يا صافي الليلة إن شاء الله أجتهد جدا في هذا الباب. يا رب يرضى عنك ويصل لك أمرك ويفتح عليك يا رب. وأعتذر لحضرتك أرجو عفوك ما كنت أعلم أنك يعني متعب هكذا. أنا آسف جدا. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب باب في هيئة صلاة الكسوف وفيها أن عائشة يهودية دخلت عليها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. تعجبت جدا من ذلك فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته أيعذب الناس في قبورهم قال عائذ بالله. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب يوما مركبا فخسفت الشمس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنزل في عمد إلى مقامه الذي كان فنزل ثم عمد إلى مقامه الذي كان يصلي فيه فقام الناس خلفه فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ذلك ثم تجلت الشمس فدخل علي فقال إني أراكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال. سمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. وهذا متفق عليه. وحديث عائشة هو الأصل في الباب وأن النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا فاروق. أخونا فاروق هنا أتى بالحديث حديث الثمان ركعات وأنا قلت لكم أنه المسألة حتى لو صحت هيكون فيها الترجيح. أخونا فاروق أو جزاك الله خيرا قال هذا حديث لا ليس بصحيح لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طوس وهنا في انقطاع. الحقيقة ولو صح فالحديث متنه في شذوذ لأني قلت لكم المسألة عندنا في أمر واحد. وش هو؟ الحديث وقعت مرة واحدة. الاختلاف هذا اختلاف غير مبرر. الاختلاف هذا غير مبرر لأن الحديث وقعت إيش مرة واحدة. فواحد يقول لي 8 ركعات والثاني يقول 6 ركعات وبعدين والمتفق عليه 4 ركعات. لذلك كما قلت لكم الإمام البخاري بعضهم أراد الجمع فجمع والبخاري يعني قال هذه ليس لها إلا الترجيح وهو صحيح. ولأن صلاة الكسوف هيئتها الحقيقية الصحيحة 4 ركعات في ركعتين. الحديث هذا حديث يختلف عن صلاة الخوف. صلاة الخوف أن سلم صلىها متنوعة وثبت كل أمر ثبت كل حديث. وهنا أصلا ما في التنويع الثاني تنويع في وجه القبلة ملابس وجه القبلة فهم. فالاختلاف هنا التنويع كان تنويع صحيح لأنه ثابت كله. لكن هذا كيف يثبت؟ هو صلىها مرة واحدة. صلاة الخوف تكررت أكثر من مرة في أكثر من غزوة فهمت؟ أما صلاة الكسوف مرة واحدة كيف بقى مرة واحدة 8 ركعات و6 ركعات و4 ركعات كيف؟
لا يمكن هذا بحال من الأحوال. أقول إخوتي الكرام في هذا الحديث أيضا فيه دلالة على عذاب القبر وعلى أن اليهود يعني عندهم من الأمور التي جاء شرعنا بموافقتها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حر لا تصدقوهم ولا تكذبوه، فما كان موافقا لشرعنا أو ما جاء من شرعنا أو الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم موافقا فنقول هو الحق. لذلك قالت لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر، تعجبت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الكسوف قال لها أن هناك عذاب قبر وكان يستعيذ من عذاب القبر، لم يترك ذلك قط. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من أربع بعدها، كان يستعيذ من عذاب النار، عذاب القبر وعذاب النار وفتنة محمد والممات وفتنة المسيح الدجال، ما كان يترك هذا بحال من الأحوال. وفيها طريقة أو هيئة صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم صلاها قرأ البقرة ثم وبقرة أطول السبع الطولة، قرأ البقرة ثم ركع فأطال جدا في الركوع كقدر قراءته، ثم رفع سمع الله من حمدة فقرأ الفاتحة، ثم أطال كأنه يصلي بقراءة لآل عمران، ثم ركع فأطال الركوع كقدر القيام اللي هو القيام الثاني يعني، والقيام الثاني أقل من دون القيام الأول، ثم سجد على ما يوازي الركوع سجدة الأولى وجلس بين السجدتين يدعو ويذكر الله رفع الله على قدر السجود، ثم سجد الثانية على قدر السجود بأقل من السجود الأول بعض الشيء، ثم قام فجلس، ثم قام بعد ذلك، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة ثانية ففعل ما فعل في الركعة الأولى. الخلاف في صلاة الكسوف في أمور، الأمر الأول وهو هل عدد الركوعات، وهنا جاءنا في الحديث ثمان ركعات. نعم هو خلاص ما هو فرق قلب باجد المهمه قلت، فالحاصل هنا ثمان ركعات ودان على ابن طالب ست ركعات، وصحح شيخ الباني ست ركعات صححها حدث عليه، شوفوا كده حد صحح ابن طالب وصحيح الراجح انها اربع ركعات، وهذا متفق عليه البخاري ومسلم متفق عليه بين الائمه انه يصلي الكسوف اربع ركعتين في كل ركعه يصلي ركوعين ويطيل في القراءة على ما قلنا. دي المسألة الأولى الخلاف فيها، والراجح فيها أنها أربع ركعات، إلا أن يقال بأن صلاة الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم زاد الركوع فيها من أجل انجلاء الشمس من أجل رفع البلاء، فمن علم أنه لا تنجلي إلا بست ركعات يركع ست ركعات، فجعلوها زيادة على إيش؟ على الحاجة، على المطلب، جعلوها على المطلب. وقال علي بن طالب صلى الله عليه وسلم له سنة مستقلة، والمسألة قال المسلم فالأدم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، لكن يقال المسألة توقفية، والهيئة التي أتى بها المسلم لا هيئة بعدها، ولأننا أردنا أن نعرف ما معنى الكسوف كيف صلاة الكسوف فبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بيان وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها في كل ركعة ركوعين، فنقول هذا هو الأصيل في هذا الباب. المسألة الثانية المختلف فيها مسألة هل هي على الجهر القراءة أم على الاستسرار، لأن حديث ابن عباس قال حذرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فكان قريبا من سورة كذا، حذرت وكان قريبا من سورة كذا، هذه معناها أنه لم يسمع، وعائشة أيضا أعتقد قالت ذلك، أو عائشة قالت أنه جهر، قالت جهر به. فهنا الآن عائشة كانت تصلي والبيت بجانب المسجد صحيح، وأيضا أبو أيوب أو أبو قتادة قال بجهرها، يعني واحد من الصحابة رضي الله عنه قال وجزم بالسورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، شوف من يا شيخ أبو قتادة وأبو أيوب، فالمهم أنه جهر بها. فنقول الآن ممكن نجمع بين الأمرين، ممكن نجمع بين الروايتين، أن ابن عباس كان صغير السن وكان يتأتى في الصلاة متأخرة، وصلاة الكسوف اجتمع الناس جميعا له فكان الزحام وجاء متأخرا فصلى في آخره آخر الصفوف، فآخر الصفوف احنا فيش ميكروفونات كالتي عندنا والنبي يصلي، يبقى إذا ابن عباس لأنه كان متأخر لم يسمع فحذر القراءة، فروى الرواية على ما حذر على ما خمن يعني. وأما الصحابة الذين سمعوا المثبت مقدم على النافي، ولا يقال بها هنا إذن هذا في خلاف لأن المسألة الآن اختلفت، ويبقى إذن صلىها أكثر من مرة يبقى الترجيح، قلنا لا، لأن ابن عباس في هذا الباب فين؟ ابن عباس أين هو؟
ابن عباس في المؤخرة وهو صغير السن فلم يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وينتهي الأمر بهذا على أننا نقول من سمع حج على من لم يسمع. مين اللي بعد؟ لا مين اللي بعد؟ مين اللي بعد الوادي؟ حبيبي أنا أعرف نفسي صحيح مسلم وكلها البخاري طرحها، هل البخاري روى واحدة منها؟ لما؟ على الترجيح أنا هذا ضعيف. لذلك بعض العلماء الذين تكلموا بذلك قالوا نحن نقول يعني بالجمع، وأنا أقول لا جمع، هذه المتون كلها متون تكون شاذة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي أكثر مرة، صلى مرة واحد، فهنا الترجيح هو الأصل في هذا الباب. وطبعا فيها طول القراءة وطول القيام كان شوف في علة، صلى النبي حتى انجلت، يعني ما سلم إلا وانجلت. فعندنا أمران أيضا، دي المسألة الأخيرة المسألة الثالثة، عندنا أمران مهمان في صلاة الكسوف، ما هما؟ لا تصلي حتى ترى، كله عم يقول لك والآن يجزيع، وفي القاهرة سيكون خسوف القمر كذا، وفي مش عارف مين، والناس كلها في نفس التوقيت يجمعوا نفسهم في المساجد وعاملين يصلوا، والقمر بص ممتلئ، والناس بتصلي، سامع الصلاة بقول لهم القمر ممتلئ، في ايه؟ فين الخسوف؟ في يا جماعة فين؟ بس لأنهم وقروا في النت وفي مصر إن شاء الله يكون في خسوف، ساعة خسوف ساعة كذا، كله يذهب يصلي بالخسوف، وكل ده مخالف للشرع. أصلا أنت لا تصلي حتى ترى، لا تصلي حتى ترى، المسألة ليست بالهوى ولا وأصلا يعني بالله عليكم الحرص شديد جدا على الصلاة، أنت بترى الصلاة ما دعت فيه. عامة المسألة في المسألة الأولى أنها منوطة بالرؤية، والدلالة على ذلك قول الإسلام إذا رأيتم، ما أتيت بالصحابي اللي قال إنها جهرية أنت نايم؟ لا جهرية ولا نص على القراءة؟ ما القراءة؟ قال على الجراء القراءة، أبو ختادة، أبو أيوب أو ختادة، بس ارسل على الواتس بس رسالة يا جماعة خير القاهرة اليوم في خسوف في مصر إن شاء الله، والصلاة الساعة 7 هتنتشر للقمر، وهتلاقي كل الجماعه رايحين، ايه هنصلي خسوف هنصلي خسوف يا جماعه، القمر ممتلئ، القمر قمر 14 هو كما يقولون، القمر هنصلي خسوف، في خسوف في مصر، انت ما انتش عارف، خش النت وتعرف. يعني هذه مشكله، فالصلاه منوطه بالرؤيه، هذا اول شيء. ورقم الثاني تصلي حتى تنجلي، تصلي حتى تنجلي، نعم. فصلاة الكسوف هنا يعني شوف هنا بقى الاستشكال في هذا الباب. شيخنا هو حضرتك زي ما حضرتك تفضلت ان عائشة قالت ان النبي عليه الصلاة والسلام جهرا بقراءة صلاة الكسوف. ايوه نعم. وشوف ابو ايوب او قتادة ممكن يكون واحد منهم، ولا ابو ايوب في الصلاة السريعة على التطويل في الأولى والثانية. لا في واحد منهم، لكن هي عائشة قالت وابن عباس هو الذي قال حذرته. جزاك الله خير. والحقيقة بأن صلاة الكسوف لا قياس فيها ولا كلام فيها، ويصلي إلى تنجلي، انجلت يسلم، يصلي حتى تنجلي، فلو أطال وسلم ولم تنجلي يكثر من الذكر، يكثر من ذكر الله جل في علا، أنهم أمرهم الله أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار والدعاء أيضا في هذا الباب. حديث عائشة جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. صافي أنت تحت أمرك إن شاء الله، أسرع لما يرضيك بإذن الله، ونسأل الله يدخل عليك السرور. وهنا الحديث قال ثم انصرف أي من الصلاة وقد تجلت الشمس، والصلاة فيها التطويل كما قال عائشة رضي الله عنها، رواية عبد الله بن عباس متفق عليه ومتفق عن أسماء بنت أبي بكر وابن عباس، أسماء أتى الدارمي بحديث له موافق عائشة عن جابر عن مسلم، كل ذلك دلالة على التطويل في الصلاة، وأيضا فيها في كل ركعة ركوعين. ورد عن جابر أن في كل ركعة 3 ركعات، وعنده من وجه آخر عند مسلم عن ابن عباس في كل ركعة 4 ركعات، وأي البزار من حيث علي كل ركعة فيها 5 ركعات. الحقيقة كل هذه الأسانيد فيها علل، أنا أقول لو الإسناد صافي الصحة فالمتون كلها فيها إيش؟ فيها شذوذ، المتون كلها فيها شذوذ. البياقي في السنة الكبرى فند صلاة الكسوف وأتى بكل هذه الروايات أكثرها وأعلها، أعل كل هذه أو أغلب هذه الروايات. شيخنا اللي هيقول لي الحادثة اتكررت أكثر من مرة كده بشوف غلط في الكلام.
مغالطه يا ما حدثش غير مره واحده بس انا سلم اللي قال بذلك وهم وهم. قال نزال من المنذر الخطابي خير من الشافعي، يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك وهو من الاختلاف المباح. قوانه في شرح مسلم، وابدى بعضهم ان حكمه الزياده في الركوع النقص كان بحسب سرعه الانجلاء وبطئه، كما قلنا المساله على العله، وكل ذلك ضعيف، ولان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مره واحده، فمن اراد ان يصليها، ولانها توقيفيه، من اراد ان يصليها فليصليها كما صلى الله عليه وسلم، ولا قياس في هذا في هذا الباب. لكن فيها في الحديث امور او ورخه أو في 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 هذا الباب أمور. الأمر الأول وهو أمر سلم إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أن 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 الله تعالى أراد أن يوقظ الأمة بأن الساعة قريب، خسوف القمر وخسوف الشمس، هذا كله فيه إشارة إلى ما يحدث في هذه الدنيا، وأن الدنيا إلى زوال وقرب الساعة. لذلك قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا حياته. فاذا 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 رايتم ذلك فافزعوا الى الصلاه. المزد مقدم على النفي. اذا اتحدت الهيئه او اتحد الحكم واختلفت الهيئات والقصه واحده، يذهب العالم الى الترجيح لا الى الجمع، اي جمع. الروايات كلها جاءت على ذلك. كيف علمنا؟ هي لو تعددت مش كانوا قالوا؟ دلوقتي القصه كلها دارت الاحاديث كلها على موت ابراهيم. ابراهيم مات كم مره؟ يبقى هي كسفت كم مره حبيبي؟ ربنا يرضى عنا. سيدنا هم هيروح يفكر ابراهيم النبي مش بعيد؟ اه مش بعيد مش بعيد. ابراهيم عليه السلام ابن محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا فهمه خلاص، فعل النبي انتهى الموضوع، فيش فهم ولا في شيء بقى خلاص. البهاء قال اسناده معلول، ضعف حتى اسناده. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.